تعيش عشرات الأسر النازحة في مديرية القبيطة بالمحافظة أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة. تفاصيل في سياق التقرير التالي. هنا في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، والتي توافد إليها مئات النازحين من المديريات المجاورة هروبا من حرب الميليشيا، تتقاسم عشرات الأسر في هذه المدرسة مأساة التشرد في رحلة مضنية من البحث عن الأمان. خرجنا من هذه المنطقة اللي في منطقة الحرب، وهي منطقة قريبة، وخرجنا للربوع والأعشار، هذه المنطقة الآمنة حفاظا على سلامة أرواحنا وسلامة أسرنا، وكوننا نعاني من النزوح، يعني نفتقد من حاجات كثير، يعني السكن، المرقد. يقول الناس هنا بأنهم محرومون من أبسط مقومات الحياة، فالكثيرون منهم لا يجدون حتى المأوى الذي يقيهم من البرد والأمطار، فلا مخيمات نزوح ولا منظمات إغاثية وصلت إلى المنطقة. نحن محرومين من كل شيء، الإغاثة لم تصل إلينا نهائياً، نعاني من قساوة البرد، من السيول، الناس مقدلين تحت الأشجار، تحت في المدارس، في كل مكان. الفصل الواحد فيه 4 أسر في المدرسة. إنه مشهد مصغر لما تعانيه الطفولة في اليمن في ظل استمرار الحرب التي تقودها الميليشيا منذ أكثر من عام، والتي أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر من مدنهم وقراهم ليعيشوا في أوضاع إنسانية صعبة كهذه. يوم بعد آخر تكبر فاتورة الحرب التي تقودها الميليشيا على اليمنيين، ووحدهم الفقراء والأطفال من يدفعون التكلفة من حاضرهم والمستقبل.